شو اللي هلأ مش وقته؟ مثل شو بدك تحددي لي؟ فواكه كذا مثل الفواكه؟ بطيخ مش وقته. شو مش وقته؟ الحرب اللي عم تصير بالجنوب وقته عن هلا برجع بحكيك عيني، هلا مش وقته احكيك. اللي مش بوقته هلا عملية حزب الله على لبنان، هاي اللي مش بوقته هلا، مش بوقته انه ما ننتخب رئيس جمهورية، لازم ننتخب رئيس جمهورية، كمان الحرب هلا مش وقتها، هيك وهيك. ثانك يو. كل شيء مش بوقته هلا، حتى المقابلة مش بوقتها لأنه مستعجل. اخبارك؟ ماشي هلا. شو اللي مش بوقته؟ لا لا لا. كل مرة بتعمل لي هيك؟ لا لا عجل. لا لا بفضل عجل. قالت لي مديرتي في أشياء كثير، بس أنا هلا ما طلعت فيكم مش بوقت طلعت فيكم. شو يعني شيء مش بوقته؟ مثل ما شايفه. مش مبسوط. أمي مات، بابا مات، كله. ما في أشتغل، ما في كل شيء. ما في مصاري تو. بس. مش وقته، مش ما بده يكون وقته. شو هو؟ ما بعرف. شو بعرف؟ دخان يعني عم تحكي عنه؟ مش بوقته هالاشياء اللي عم يصير، ما لازم له وقت اصلا، عم نمر بازمات كثير صعبه، الغني بيكون غني والفقير بضله فقير، شباب لبنان شبال، نحن الشباب اللبناني كلبناني ما عم نلاقي شغل. يعني الواحد بهالايام الاحوال صعبه. مصروف الزيادة اللي بلا عازمة وقته، ظهرات لبرا ما لها عازمة ضروري. مش موسمه؟ الزهر. الزهر ليكي فوق منك، لايف سجليه، زهر الليمون، شهر الجاي، ولو؟ إذا من مخدوشة لازم يعرف. يعني ليمون مزهير مش بوقته، زيتون مش بوقته، في فويكي مش بوقته. كل شيء مش وقته. هلا انت مثلا جيتي مش بوقتك. ما في شيء بوقته بلبنان، كله على حين غفله. تحضري اخبار اليوم بتعرفي. انا عراقي جاي على لبنان، جينا مهجرين، مهاجرين من العراق من الموصل، جو علينا داعش وطلعوا وطلعوا. الحاله اللي نحن فيها المرض والكبر. شو وقته؟ 75 سنه. ناطر انا شيء احلى من هيك. ناطر لفتة من دولتنا الدولة اللبنانية، ناطر لفتة من السياسيين ينظروا بقى للشعب حاجة عم ينظروا لمصالحهم لأنفسهم. ناطر لفتة حلوة إنه نحن مثل أنا هلا مدامتي مسيحية مارونية وعم بركض من مستشفى لمستشفى لعمل لها وزارة الصحة عيونها عم تعمى وراح تعمى بعد صار لها 20 يوم ما في مستشفى استقبلتها لأنه على وزارة الصحة، بس لو كنت أنا مثلاً رجل أعمال أو كذا كان كل المستشفيات قالوا لي بعمرك وأهلا وسهلا فيك، هذا اللي أنا ناطره، ناطر أنا هلا هالسياسية وهالكبار إن كانوا مسيحية ولا إسلام يتفقوا بقى ويشوفوا مصلحة الشعب اللبناني هاللي عم بيموت من القهر ومن التعذيب. يا حبيبة قلبي يعطيكم العافية يا رب، الله يخليكم يا رب.